السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي النيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. اذا هذا الدرس هذا ولا هذا النص غادي يكون العنوان ديالو لا ديكلاراسيون دي دووا دو لونفون لا باج 47 يونيتي 2. اذا كما تشوفوا هذا هو النص ديالنا اللي العنوان ديالو قلنا لا ديكلاراسيون دي دووا دو لونفون. اذا هي وقتاش غادي تكون هذه لا ديكلاراسيون ديال وقتاش غادي يتجمعوا باش يديروا لنا هذه لا ديكلاراسيون دي دووا دو لونفون ومن بعد عاد فاش غادي تجي وراها لا كونفونسيون انترناسيونال دي دووا دو لونفون يعني غادي يتفقوا على شنو هما هاد لي دووا دو لونفون. اذا غادي نحاولوا نقراو هذا النص هذا ان شاء الله وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. لا ديكلاراسيون دي دووا دو لونفون. La déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. C'est le grand premier accord international sur les principes fondamentaux des droits des enfants. Il définit les droits de tous les enfants sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. Selon cette déclaration, l'enfant a droit à un nom, à une nationalité, dès sa naissance, à l'affection, à l'amour et à la compréhension, à une alimentation saine, à un logement, à des loisirs et des soins médicaux adéquats, à une éducation qui lui permet de réaliser ses capacités, aux jeux et aux activités récréatives, à la protection et au secours en cas de danger, à l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux que nécessite son état de désavantage ou sa situation de handicap. Et donc, qui m'a chou, hadou huma, fach chafko, darou na wahd la déclaration des droits de l'enfant. Yani tchafko, chna huma had bach gadi kharjou, min bad bach gadi tkun tifaqiya ou la mouahada d'douliya l'hukuk tafli. Yani qbel, huma jjamou, galk f'le 20 novembre 1959. Ou gulna hna chfna l'tifaqiya, min bad 20 an, min bad aad. ماشي 20 عام بعد 30 عام من بعد عاد جاتنا الاتفاقيه. يعني فاش وصلوا هما قالوا بان شنو هما هاد خاصهم يتفقوا على واحد لي برينسيپ فوندامونتو دي دووا دو لونفون. اذا شنو هما دي برينسيپ دووا دو لونفون؟ يعني يحاولوا يفرقوا يكونوا بان جميع الاطفال فحال فحال، يعني ما تكونش اختلاف وما يكونش تمييز بيناتهم، يعني ما يكونش تمييز سوا في لاغاس يعني في العرق ولا في لاكولوغ ولا في اللون ولا في لو سيكس ولا في الجنس ولا في لا لونغ اللغه ولا لا ريليجيون ولا الديانه. اذا قالوا بان لونفون خاصو يكون عنده ادغوا ديالاش، خاصو يكون عنده في الاسم وفي الناسيوناليتي لا ناسيوناليتي من وقتاش تزاد، يعني من فاش يتزاد خاصو الدغوا باش يكون عنده اسم وتكون عنده جنسيه. ا لافيكسيون ا لامور يعني على كذلك على الحب وعلى la compréhension et l'affection. Une alimentation saine, يعني تكون عنده تغذيه زوينه. Un logement, يعني يكون عنده فين يسكن. À des loisirs et soins médicaux adéquats. اذا يكون عنده يحاول يكون عنده تطبيب كذلك. Une éducation qui lui permet de réaliser ses capacités. يعني تكون عنده واحد التربيه ولا شي حاجه اللي ممكن يدير فيها داك الكفاءات ولا لي كاباسيتي ديالو. Au jeu et aux activités récréatives, يعني في الالعاب كذلك و les activités ou l'anchita الموازيه. À la protection et au recours au secours en cas de danger, يعني في كذلك à la protection يعني ديال الحمايه en cas de danger. À l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux qui nécessitent son état de désavantage ou sa situation de handicap. اذا في هذه الفقره الاخرانيه كما تشوفوا يعني تيهضروا على لي بيرسون ولا لي قلنا لي بيرسون اون سيتياسيون دو لونديكا يعني في حاله اعاقه ولا في ذوي الاحتياجات الخاصه. نمشيو لجوبسيرف اي جو ديكوف غنشوفو السؤال الاول قالك لي لو تيتر اي دي دو كوا فا بارلي لو تيكست. دونك علاش غادي يهضرنا النص؟ لو تيكست فا بارلي سور لو تيكست فا بارلي سور لا ديكلاراسيون دي دووا دو لونفون. لو تيكست فا بارلي sur la déclaration des droits de l'enfant.
نمشيو للسؤال الثاني، قالك اوبسيرف ليماج اي دي دو كوا سي زونفون اونتي بوزوان بور اتر اورو. اذا كما تشوفوا في الصوره الوليدات فرحانين، قالك علاش شنو خاصهم باش يكونوا فرحانين؟ اذا خاصهم لي دغوا، خاصهم الحقوق ديالهم. سي زونفون اون بوزوان دو سي دغوا بور اتر اورو. نمشيو للسؤال ثلاثة، قالك ريفليشي دي بوركوا سيت ايماج غوبريزون تيل دي زونفون دو راس اي دو سكس ديفيرون. علاش هاد الصورة هادي تتجمع لينا واحد الأطفال اللي من عرق ومن جنس مختلف؟ يعني كاين عندنا ولاد وبنات تما، وكذلك عندنا كاين اللي كحل كاين اللي بيض، كل واحد من لا راس ديفيرون. إذا باش يبينوا لنا بانهم ما كاينش لا ديفيرونس اونتر بيناتهم. اذا ليماج ريبريزون دي زونفون دو راس اي دو سيكس ديفيرون بور نو مونتري كيليا با دو ديفيرونس اونتر او. اذا دو راس حيدوا لي هاد اس هادي ايرور دو فراب. دونك ماشي خليو ليها اس. اذا دو غاس اي دو سكس، يعني من يكون ان الجمع تما غادي يكون عندنا لي غاس اي لي سكس ديفيرون بور نو مونتري كيل يا با دو ديفيرونس اونتر او. اذا هذه هي لا ريبونس ديال لا ترويزيام كيسيون. دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نمشيو لجو كومبرون. قال كيل دات، كيل لا دات دو لا ديكلاراسيون دي دروا دو لونفون، وقتاش كانت عندنا هاد لا دات؟ اذا لا ديكلاراسيون دي دروا دو لونفون ا فيو لو جور لو 20 نوفمبر 1959. دو كوا بارل سيت ديكلاراسيون؟ علاش تهضر لينا هاد لا ديكلاراسيون؟ ايل بارل دي دروا دو لونفون. سؤال ثلاثة، كي سون لي تيب دو ديسكريميناسيون سيتي دون لو تكست؟ اذا لي تيب دو ديسكريميناسيون سيتي سون لا راس، لا كولور، لو سكس، لا لونغ اي لا ريليجيون. كيل سون لي دروا سيتي دون لو تكست؟ Et dans les droits sont avoir un nom, une nationalité, être traité avec amour, affection et compréhension, bénéficier d'une alimentation saine, d'un logement, de loisirs et de soins médicaux. Hado bad wej li dkromna fannas bad li droit li dkro fannas. De quoi un enfant en situation de handicap doit-il bénéficier? Idan chkhs li kan fhalat i'aqa ou la tafel fhalat i'aqa chno bnach khasso yestafed? Idan un enfant en situation de handicap doit bénéficier à l'éducation, yani khasso ykon ando ta'lim au traitement et aux soins spéciaux. يعني يكون عنده كذلك المعالجة دي سوان سبيسيو. بالنسبة لجو رياجي او تكست، قالك جانفورم مي كاماراد سور سو كيل فو فير بور فونير اون ايد ا اون بيرسون اونديكابي كون رونكونتر دون لا رو. اذا غادي نحاول نقول للاصدقاء ديالي الا تلاقيت مع واحد الشخص في وضعية اعاقة في الشارع شنو ممكن ندير معاه، اذا كيفاش خاصني نساعدو. اذا حاولت نكتب لكم واحد شوية. Lorsqu'on rencontre une personne handicapée, يعني فاش تنتلاقى مع واحد الشخص بوضعية إعاقة, on lui donne de l'aide selon la situation et selon l'état de son handicap. يعني تنعطيوه المساعدة ولا تنحاولوا نقدموا ليه المساعدة على حساب الوضعية اللي فيها، يعني الحالة اللي فيها هو، وعلى حساب الحالة ديال الإعاقة ديالو، على حساب l'état de son handicap. Par exemple, مثال, on peut lui aider à traverser la route. ممكن نعاونو باش يقطع الشارع بحال les personnes aveugles, يعني الناس اللي ما تيشوفوش. Ou à faire ses courses. إلا كان شي واحد باغا يتسخر يشري شي حاجة ولا يدير شي حاجة, نحاول أنا نقضي عليه الغرض ديالو. هادو parmi les exemples اللي ممكن نعاونو بهم الناس ولا des personnes en situation de handicap ولا une personne handicapé. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لا ديكلاراسيون دي دغوا دو لونفون. نتمنى تكونوا فهمتوه, نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم, شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابع قناتنا بلو بارتاج ديال الفيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمه في القناة, مع إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون, ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله, وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.